تاوي تحداكم الخوت صافي تعصبت رمضان عليكم هاش سير ديروا لايك اكسيون ومشى لامور 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 كيما نسيتيني غنسى صور ما كاينش ابو ظبي ما نبقاش نشوف فوالا ومشى لامور 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 فوالا زيد اخي كرم غالي وتبه بابور كيف ما نسيتيني غنساك ويا الزمر تابوناو البوكوس فاميليا خوتي مرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله شفرت لاشين ديال الزمر بوكوس فاميلي واش كاين شي بوكوس قدي هذا هو بعدا سرق لي السميه ديالي اصلا الا كانت بوكوس يعني مرتبطه بيا انا اللي خصني نكون في هاد لاشين هادي يوتيوب اليوم ان شاء الله غندير بكم جوله في مارينا وهاد الفيديو بغيت يوصل 10000 لايك والمتابعين تحياتي لكم وشابكه وغدا حفله ديال 100 كا يلا بعدا بك يا هلو يا ربيع انظر انظر اريد انا اتزوج انصحني يا اخي غادي تتزوج غادي تتزوج في العجله السلامه وفي النامه دم و ابو نوف على قال لك غادي يديروا شي حاجه باللغه العربيه غنصوروا فيديو باللغه العربيه الفصحى انتما تشوفوا دابا انت تشوف هذا الشيء كيطلع شي انصحني انصحني يا اخي اتزوج اول فيديو في المغرب كوميدي باللغه العربيه الفصحى انصحني يا ربيع اريد منك نصيحه شنو تدير كنشوف ضحك فينا البابليك علاش تنصحني نهائيا والله تكاين راه تقول يا ربيع اريد منك نصيحه اريد منك انت دزتي السميته الاردنيه واللغه العربيه الفصحى راه الدراري الشباب لا تقول يا ربيع خويا منك نصيحه صافي كاين اخي البوكوس ولا لا كاينه وقول له الزمر هذا هو مشى الاردن قال لك من فضل عيشك واش كي قال ما جاكش عطش قول لي ربيع ربيع ساتزوج ربيع ساتزوج الاسبوع المقبل اريد منك نصيحه ولا تقول ربيع اريد الزواج بحالك وانا غنشبك معاك اريد الزواج غنشبك معاك علاش علاش تزوج انت هو تخرى من خويا الغزال الله يحفظك ما كاينش ليش تتزوج واش تتزوج خرجوا عليهم المسلسلات ليش والله الفصحى الفصحى ليش يا شيخ ليش تتزوج ليش تتزوج هذا الله يسرد الفيديو يطلع الطونبوس والله ما كيحيد عينو على على لا بحال انت بالقرايتي شوفيرا هي انا ما شفت فيها كاع لابسه جلابه خضراء دايره بوندوك وتقول واش كيف فيه الشوف مع دري راكب معاك دويلي في ودني اما بنادم ما يخديش في رمضان وهذا هو اللي غض البصر وراه هادشي مزيان لماذا اريد ان اتتتت يا ولاتا يا ولاتا لماذا تريد ان اتتت يا ولاتا يا ولاتا طيرتي حط لهم ديك اللقطه ديال يا هولا كيف قلتي لها عندك هذاك يا ولاتا يا ولاتا الخوت واحد اللقطه ما يمكنش ما يمكنش شد لي الصنداله شد لي الصنداله شد لي الصنداله شوف اصاحبي شوف اصاحبي شد لي الصنداله اصاحبي شد لي الصنداله راه ماركه شد لي صافي هي ماركه شد لي الصنداله ها ها شديتها اه شديتها الناس يقول لك راه خنزنا فلوس من تيك توك الخنوزيه خنزنا اخنز الفلوس كاع ما كاينين عرفتي قلت واحد الجمله ما عندهم ما اصل هذه بوحدها ها هي هذه ها هي افتي افتي في زواجك في زواجك نعم نعم يا ولله يا ولله انا قريت هذه النيفو بك ما سمعت يا ولله في حياتي قريت نص السطر لا ولاش كندير شوتينغ ياك اه خوتي البنات خاصة هاد اللقطة هاد البنات اللي بغى يدير شوتينغ شي لعيبة يكتب له في كومنتير يحط لكم الانستغرام ديالو دوزو عنده ميساج تما خاص الدراري لا خاص البنات البنات خاص الدراري طلق ديك الكاميرا خاص الدراري لا بغيتو شي واحد تشلخو ولا تجربو فيه شي لون بريمو ها هو العبد المذنب كاين حاط الو تيست عرفتي راه ضيعتي ضيعتي الصيام ديالك كامل بهاد الضربه هادي صافي باقي شنو ترمدن هو صافي ترمدن خرج عندي A few moments later انت شوف شوف دابا انت عندك مضادر جبدهم جبدهم مري مضادرك اها والسيد طلق طلق الكاميرا حنا راه ولاد التصوير
السيد خنس فلوس واحد الدراجل سميتو المدادر اللي عنده منهم ستايل ومنهم دير الشوفينهم اخي ديرهم اخي. فانا قررت نختار عشان ما يمكنش نبقى نشوف داك الشيء وساكت، فقررت ندير هادو فوق من هادو. اش انا غنمشي عند دونتيست قال لي دونتيست اسنان استغفر الله صافي حبس هذا البلوك اخي سام دار اثار ديالو ايه بوم 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 بابا رحنا صايمين. A few moments later سكوبي دو بابا يا بوم. المهم الخوت كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم فلوق حماق مسطي باغي يعصبني والله زعما باغي يعصبني راه تبا صايم بحالي بحالك ويلي خيره لا لا بحال لقاسني في شرافي دابا ما تقالكش ليا صاحبي واش شكيت عليك جا ما قالت لي يلاه اي صافي تقاداش سيربي 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 يلاه قاتلي ربوش وحنا ساكنين بعيد ايه سمعوهم من قرب الماكينات على الاخر بالماكن اللهم بارك اللهم بارك خسرت الماكينات تفورات لا لا باقا خدام اللهم بارك تهلا في راسك درجة أولى سياقة في المرة